السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، قناة الصيد العربي. صيد الشعم، دي الشعم اللي يا استاذ خير؟ أزرق. الشعم الأزرق، الدولار، الدولار. بسم الله ما شاء الله. أنا أعتقد والله أعلم 900 جرام، 900 جرام تقريبا، كيلو يعني كيلو تقريبا، صح؟ بسم الله ما شاء الله. دي لي قصة، يعني القصة بتاعته شوفها أنتوا ليه شايفين الحين بالمدار بالبلد بكل شيء. البلد ده على فكره انا صانعه، موجود في فيديو على القناه كيف تصنع البلود بطريقه سهله. ليه مقطوع البلد كده؟ لان انا جيت ارمي، رميت على حديده وعدت، فقلت والله لو ليا رزق هتطلع. فسبحان الله رب العالمين، صادت السمكه دي وفعلا شبكه في الحديد. اجت الراد معدي فساعدوني انهم قطعوه وطلعوها لي. الله يبارك لهم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتهم، اللهم امين. طبعا انا صيده على شريب الخيط 35، دي خيط 40، 35 ترديع وخيط اساسي 45. والبلد مثل ما قلت لكم انا صابه، وطريقه صبه سهله وموجوده على القناه. اللهم صل على النبي ايوه تعالى يا مولانا قول كلمه للمتابعين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، باسم اخونا ابو فراس. الله يا رب، يعني كل من يسمع كده يدعي لولده فراس ان رب العالمين يشفيه ويعبر. تعال يا مولانا قول قول كلمة، يعني ايه رأيك في الشعم الازرق؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. الصيد حلو ولا مو حلو؟ حلو يا عم، الله يبارك له. افتكرت مزيزي، هو بقول مزيزي. لا لا لا، شعم، ده شعم ازرق، الشعم الازرق الدولار. الله طلعنا زيي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ونشوفكم على خير في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على قناة الصياد العربي، والسلام عليكم.